السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. موضوعنا اليوم إضافة هارد ديسك إلى اللابتوب. مثل ما ذكرنا في الموضوع السابق، كيف نضيف الكادة اللي تشوفوها هي على اليسار مكان السي دي اللي باللابتوب، وبالنتيجة راح نقدر نركب هذه الكادة هارد ديسك سواء كان SSD أو كان HDD، فنقدر نغير هذا السي دي بالهارد ديسك ونضيف مساحة للبارتيشن مثل ما ذكرنا بالفيديو السابق. بس اليوم راح نشرح لكم العملية بالتفصيل وراح تشوفوها شلون راح نغيرها. مثل ما تلاحظون هذا الهارد SSD مساحته 120 جيجا بايت. تقدرون تشترون المساحة اللي انتم ترغبون بشرائها، موجود 480 جيجا بايت وموجود 1 تيرا بايت، طبعا السعر يختلف. بالنسبة لي اشتريت اللي 120 جيجا بايت لانه راح اثبت عليه بس نسخة الويندوز حتى تكون عندي الجهاز يكون اسرع، وبالنسبه للهارد القديم راح اركبه مكان السي دي. وهذه الحاله زاد عندنا مساحه الهارد ديسك وزياده البارتيشنات ونقدر نخزن عليه اي فيديوهات او اي برامج اللي عندنا. تابعوا معايا، الان نجي نفتح الهارد هذا. مثل ما تلاحظون نجي نفتح من هذه المنطقه موجوده، نجي نفتح الكاد اللي موجوده عندنا. هذه الكادة مثل ما تشوفوها شرحنا عليها بالموضوع السابق حتى يتركب بها الهارد ديسك، ويجي معها البراغي صغيرة لتثبيت الهارد ديسك، ويجي معها المفك الصغير هذا حتى تقدرون تركبون الهارد ديسك بها. والآن راح نركب الهارد ديسك، أشوفكم العملية. مجرد انه تاخذون الهارد ديسك بهذا الاتجاه مثل ما تلاحظون، اهم شيء يتركب بالصورة الصحيحة بهذا الاتجاه، وتضغطون عليه وتدفعوه حتى يتركب بالمشط. سمعت الصوت؟ هذا يعني الهارد ديسك اتركب. وبعد ما ينفتح راح نجي نقلب الهارد ديسك على الجهة الثانية، راح نلاقي عندنا المكانات البراغي اللي تتركب هنا. فانتو كيفكم احرار، يعني ايش قد تريدون تركبون برغين 3 4، هي موجودة 4 براغي. نجي نركب البرغي الثاني. هسه عندنا تركب الهارد ديسك داخل الكادة. نجي على المرحلة الثانية، شلون نفتح عندنا السي دي من اللابتوب. وهذا السي دي اللي موجود عندنا، مجرد نجي نفتح هذا البرغ اللي موجود هنا، بس واحد هو اللي ماسك السي دي، فنفتحه. تلاحظون فتحنا هذا البرغي. نجي نفتح السي دي، مجرد راح نسحبه من هذا المكان. احنا نحتاج هذه الحديدة اللي هنا مثل ما تشوفون بيها برغي واحد، نفتحها ونركبها بالكادة حتى تثبت عندنا باللابتوب. وبعد ما ركبنا هذه الحديدة الصغيرة من السي دي القديم على الكادة، نجي نفتح هذا الكفر البلاستيك ونركبه على الكادة. مثل ما تلاحظون راح اشوفكم شلون، مجرد هي هذه كبس بس تحاولون تسحبوها من الجوانب وتنفتح عندكم. نجي نركبها على الكادة بنفس الاتجاه ونفس الطريقة. تلاحظون تركبت على الكادة. الآن بعد ما نحتاج السي دي نجي نركب الكادة مكان السي دي. طبعا لو لاحظتوا إذا نحاول ندخلها بالخطأ ما تركب، هي تركب عندنا الكادة باتجاه واحد فقط. فراح نجي نركبها، راح نثبت الكادة بالبرغي. بعد ما ركبنا الهارد ديسك بالكادة نجي نشوف البارتيشنات اللي موجودة عندنا. نجي على الويندوز، مثل ما تلاحظون البارتيشنات اللي موجودة عندي هي نفسها السي والدي والاف والجي. الهارد الجديد اللي موجود عندي ما ظاهر لحد الآن، وهسه أشوفكم السبب ليش ما ظاهر عندنا. لازم نعرفه على الجهاز الحاسوب.
فراح اشوفكم مين راح ندخل. نجي على علامه الكمبيوتر هذه هنا، نضغط كليك ايمن، بعد الكليك ايمن نجي على مور، بعد المور نجي على مانج، بعد المانج راح نجي ندخل على الديسك مانجمنت. ومثل ما تلاحظون هذا هو الهارد، بعده غير معرف unlocated. راح نجي نعرفه على الجهاز ونسوي، وهسه نجي نضغط كليك ايمن على الهارد الجديد الغير معرف ونضغط على new simple volume، نضغط على next. تطلع عندنا مساحة الهارد الفارغة للاستخدام 114 و471 ميجا بايت، لانه يقاس بالميجا بايت، يعني ما معناه انه 114 جيجا. نضغط على next، يعني الجهاز هو يختار حرف اوتوماتيك، او اذا تحبون تضغطون على السهم هنا وتختارون اي حرف ثاني اذا حبيتوا تسمون البارتيشن بي حتى تعرفون. فراح اعرفه مثل ما هو بارتيشن اي. نضغط على next. نظام هنا NTFS كل زين. هنا عندنا الفوليوم ليبل، راح نختار نسميه فد اسم حتى نعرف، نكتب عليه ماستر، نضغط next، نضغط finish. تلاحظون هنا خلصت عملية الفورماتينج وانفتح الهارد ديسك، يقول هنا هذا البارتيشن empty، هنا مثل ما تشوفون ماستر اي empty فارغ. بس بهذه الحالة تعرف عندنا بالجهاز، لو ذهبنا على ماي كمبيوتر راح تنفتح عندي مثل ما تشاهدون الماستر اي، احنا سميناه ماستر اي، وهذا هو الهارد الجديد تعرف عندنا. والان انتهت العملية عندنا، وتقدرون هذا البارتيشن صار عندكم بارتيشن اضافي، تقدرون تحطون عليه اي فايلات او ملفات عندكم مهمة او فيديوهات تضيفوها هنا، صارت عندكم مساحة اكبر. بس عندنا جزء ثاني بالفيديو، انتظروني بالفيديو القادم اشرح لكم كيفية نقل النظام من الهارد ديسك القديم الى هذا الهارد ديسك الجديد، ونقدر نستخدم هذا الهارد ديسك فقط كنسخة ويندوز، والهارد القديم نقدر نستخدمه كبارتيشنات للتخزين. لا تنسون عمل لايك سبسكرايب للقناة والمشاركة بالقناة، وأرجو أن تدعموا قناتي كي أستمر بنشر كل ما هو مفيد للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.